بسم الله الرحمن الرحيم. بالمحاضرة الماضية أخذنا السكوب رولز اللوكال والجلوبال، وعرفنا الفرق شو يعني لوكال شو يعني جلوبال، متى بيكون إيرور. بالمحاضرة هاي درجع ركز لك شوي بعض الأمثلة البسيطة عشان الفكرة تكون واضحة بدماغك ما تخربطش. أمثلة بسيطة، يعني إحنا أخذنا أمثلة معقدة أكثر، أمثلة أطول، وحليناها واتبعناها وتبعت لكم بتفاصيل أكثر. يعني حددت لكم نيم سبيس لكل فانكشن، وريتك النيم سبيس وكيف كل فانكشن هو دار بيحتوي على مجموعة من التغيرات، وقلنا إنه أجزاء البرنامج بالإضافة للمين، يعني بعدد الفانكشنز مع المين بيكون عندي عدد من الأجزاء، وكل جزء بيكون له متغيرات الخاصة فيه. المتغيرات الخاصة الموجودة بالمين، شو هو المين؟ هو الجزء الخارجي، بغض النظر هو متتابع أو لا، يعني ممكن حتى يكون مقسم بالبرنامج، بس كيف بعرف إنه بيكون مش تابع لفانكشن، بيكون خارجي ما فيش إله إزاحة. بنقول هذا المين بارت، وينفذ أولا المين بارت من أعلى الملف لتحت، وفي عندي أجزاء أخرى اللي هي خاصة بالفانكشنز. كل فانكشن فيه متغيرات محلية، قلنا المتغيرات المحلية اللي بتكون خاصة بالفانكشنز هي المتغيرات الموجودة بالباراميتر ليست أو منشأة داخل جسم الفانكشن تسمى متغيرات محلية. شو حكينا؟ المتغير الجلوبال بقدر استخدمه من نقطة تعريفه، يعني من بعد ما عارفه بكل شيء، بس لازم أكون معرفه بالأول، يعني مش استخدمه وأنا بعدني مش منشئه. أما اللوكال يستخدم فقط داخل الفانكشن المعرف فيه، يعني إذا طلعت من هذا الفانكشن ممنوع استخدمه، لأني كنت أوريكم لما أستدعي الفانكشن شو بعمل، بنشئ النيم سبيس الخاص بالفانكشن، بس أطلع من الفانكشن أصلاً كل النيم سبيس بتم تحطيمه، صح ولا لا؟ طب نأخذ أمثلة بسيطة بشكل سريع عشان إحنا تأخرنا، الناس خلصت الفانكشنز، طبعاً خلصوه ثلاث محاضرات، المحاضرتين ونص، احنا اخذنا ثلاث محاضرات كاملات وهاي الرابعة ان شاء الله اليوم نكمل. السبت بنبلش بالناس اليوم راح تبلش فايلز، لك احنا مضطرين ناخذ السبت عشان ضلنا ماشيين مع الناس، مع ان انا مريضة بس يلا بنمشي. طبعا انا بدخل قبل باربع دقائق خمس دقائق، ومع ذلك بتصيروا خمسة وعشرة وما فيش، يعني مش فاهم انتوا دخولكم هذا بتزعجوني، لأنه بظل طق عندي، أنت مش سامعون الطقة، أنا بظل يرن عندي كل واحد بيدخل. شوفوا X تساوي 10، functions بسيطة بسرعة خلينا نتبعها، احنا فاهمين الأفكار الرئيسية. F1 of A شو يعني؟ عرفت function اسمه F1 في الباراميتر A. الباراميتر A شو يعتبر؟ local variable ولا global؟ local ولا global؟ لا لوكال لوكال لوكال. واكس شو بعتبرها؟ اعتبرها جلوبال. اكس جلوبال لانها بالمين بارت، واي لوكال لانها تابعه للفانكشن. لو جيت قلت مثلا اي زائد 4 بصير اغير قيمه اللوكال فاريبل، بصير اعطيها قيمه جديده، وهسه راح نتبعه بس بشكل سريع عشان يمدانا نكمل اليوم تشابتر الفانكشنز، ونبلش يوم السبت بتشابتر. حكينا بصير احكي برنت اي، بيستخدم اي اللي عنده. طب بصير احكي برنت اكس، فيش عنده اكس لوكال، بيستخدم اكس لجلوبال. شوف كمان تحكي له برنت زد، طب قول لي زد بعدني مش شايفه. لا ايرور، لا نستنى اول اشي، اذا انشأت زد قبل ما استدعي فانكشن اف 1 عادي، بس أيوة. إذا كانت زد موجودة، شوفوا زد مش موجودة لوكال لازم تكون بالجلوبال، ليش اللي مش موجود باللوكال لازم يكون موجود بالجلوبال. طيب إيرور ولا لا؟ هذا بيعتمد على إنه أنا لما استدعيت الفانكشن هل كان منشأ هذا المتغير أو لا. إذا كان منشأ مش إيرور بغض النظر، يعني هسه قلت له زد تساوي 30، أنا منشأت زد قبل ما استدعي F1، أنا بعدني ما استدعيتش F1، أنا بس استدعي F1 لازم يكون في X و Z بغض النظر عن ترتيب الجمل. المهم أنا بلحظة ما استدعي F1 لازم يكون في Z global منشأ وفي X. لما قلت لك المرة الماضية برنت A فاصل B فاصل C ليش كان أعطاني إيرور؟ لأن أنا استدعيت ماكسيمم وأنا C بعني مش منشئه، مش بسبب ترتيب الجمل، لا مش بسبب ترتيب الجمل، لأنه أنا كنت استدعيت ماكسيمم، باللحظة اللي استدعيت ماكسيمم كنت منشئ A و B بس C بعنها مش معرفة بالمين. هسه على هاي اكس وزد، شوفوا هسه برنت اكس بصير اطبع اكس، اكس اللي بالمين نفسه بصير استدعي اف 1. كيف راح استدعي اف 1؟ شوفوا اف 1 هو بروسيجر وليس فانكشن. ليش بروسيجر؟
ليش بروسيجر عفوا؟ لانه بيرد على قيمه. ايوه لا يحتوي على ريتيرن. اللي لا يحتوي على ريتيرن بنسميه بروسيجر. بصير انه ما يحتويش على ريتيرن بصير قلنا ريتيرن اوبشنال. طيب شو دفعت؟ بصير هيك هاي الجمله صح لو قلت له عفوا اقواس بدون قيمه بصير. شوفوا ما راح اقول برنت عفوا لانه عفوا ما بيرجع قيمه. برنت عفوا بس يستدعي ما بدي يرجع لي نتيجه. شو يعني لا يحتوي على ريتيرن؟ يعني بيرجعش نتيجه. بصير احكي له عفوا اقواس راح يعطيني ايرور. ليش؟ لان انا معرف عفوا في بستقبل قيمه. معرف عفوا انه بستقبل قيمه. اذا انا لما استدعي عفوا لازم ابعث له قيمه. شو بدي ابعث له؟ بصير ابعث له اكس. بصير ابعث له ايه. لو قلت له ايه بعطيني ايرور لانه ايه هي لوكال بالنسبه لعفوا. شو يعني اقول له عفوا اوف ايه؟ يعني كانها ايه موجوده بالمين. هل ايه موجوده بالمين؟ هل ايه موجوده بالمين بارت وبدي ابعث قيمتها لايه؟ هاي بصير لا ايه مش موجوده. شايفين كيف اعطاني ايرور؟ بس اللي موجوده بالمين هي اكس. موجود زد كمان بقول له عفوا اوف زد بصير. بس بصيرش احكي له عفوا اوف ايه. طب قولي ما هي ايه هيها معرفه هون. هاي معرفه كبراميتر كلوكال فاريبل داخل اف1 يعني مسموح استعملها داخل جسم اف1. انا هون مش باف1 صح بدي استدعي اف1 بس انا بالمين. انا بالمين بدي استدعي اف1 لازم يا ببعث له قيمه يا ببعث له متغير من المتغيرات الموجوده بالمين. اتفقنا؟ يعني ما بصير اقول له اف1 اوف ايه. طيب بعدين رجعت قلت له برنت وهاي انتبهوا لها برنت اكس. خلينا نتبع الكود هذا. خلينا نتبعه بشكل سريع بس الله يرضى عليكم. هاي عنا قلنا المين مش ضروري اكتب النيم سبيس وظلنا ثلاث ساعات وضيع الوقت. مين نيم سبيس بحكيها حكي. شو اول جمله راح تتنفذ؟ شو هي اللي بالمين؟ قلنا اول شيء راح ينشي اكس قيمتها 10. شو الجمله الثانيه؟ يروح على اف1 لانه لقى اف1. لا اذا ما بيروح عن فانكشن غير تستدعي او على بروسيجر. يعني هو بغض النظر فانكشن ولا بروسيجر زي بعض. شو الجمله الثانيه؟ زد تساوي 30. هاي زد قيمتها 30. بعدين اجيت قلت له برنت اكس. كم اكس لهاللحظه؟ هيها اكس بالمين قيمتها 10. شوفوا اكس قيمتها 10. بعد ما شوفوا التسلسل 1 2 3 نزل على الجمله الرابعه بالمين بارت اف1 اوف اكس. شو يعني اف1 اوف اكس؟ يعني استدعاء للبروسيجر. راح ينتقل التنفيذ للبروسيجر اللي هو اف1. بصير بحكي بروسيجر بحكي فانكشن. اذا برجع قيمه بحكي فانكشن اذا برجعش بحكي بروسيجر. نفس التسلسل استدعيت البروسيجر بنتقل التنفيذ للبروسيجر. شو راح يمرر الخطوه الثانيه؟ بيمرر الارجيومنت للباراميتر. وهذا شو سميناه اكس هون؟ شو سميناه؟ سميناه ارجيومنت بالاستدعاء. بالتعريف الهيدر للفانكشن شو بنسميه؟ باراميتر. شو راح يصير؟ راح يصير عندي نيم سبيس خاص باف1. في ايه؟ شو اسم المتغير؟ ايه مش اكس. المتغير الخاص باف1 اسمه ايه بس راح ياخذ قيمه اكس. شوفوا راح ياخذ قيمه اكس. انتبهوا لي لهي النقطه. باخذ قيمه اكس اللي هي 10. طب انتبهوا هسه ايه صار مكان ثاني غير اكس. لو غيرت ايه هل اكس راح تتغير؟ انتبهوا لو غيرت ايه اكس بتتغير؟ ابدا. يعني هسه قلت ايه تساوي ايه زائد 4. شو راح تصير ايه؟ 10 زائد 4 راح تصير 14. شو صارت؟ 14. جيت قلت له برنت ايه؟ برنت ايه؟ راح يطبع لي 14. قلت له برنت اكس. ما عندهوش اكس بس باخذها من الجلوبال. هيها 10. لاحظ ما اعطاني ايرور. برنت زد. زد موجوده هيها منشئه. باللحظه اللي جيت اطبع فيها زد موجوده هيها بالجلوبال. قيمتها 30. لو كنت بعني مش منشئها بعطيني ايرور. بس انا منشئها قبل ما استدعي عفوا. اذا هيها موجوده بقدر يستخدمها 30. شوفوا عمل البروسيجر كامل الاربع جمل كامله. خلص ما فيش ارجاع بطلع لحاله. اذا ما فيش ريتيرن هو لحاله بس يخلص جسم الفانكشن برجع على النقطه اللي استدعينا منها. طبعا النقطه اللي استدعينا فيها منها ما فيش برنت ولا شيء بنزل على الجمله اللي تحتيها. برنت اكس شوفوا اكس صارت 14. لا بعدها 10. اكس كم؟ 10. شوفوا انا صح بعثت اكس لاف1 لايه وايه تغيرت
شوفوا ايه اللي تغيرت، لانه ايه موقع ثاني غير اكس، ايه صارت 14 بس اكس ما تاثرت، وهذا تنتبهوا له. هسه راح احكي عنه بالموضوع غير السكوب رولز اللي هي ميوتابل. هاي ام ميوتابل. شو يعني ام ميوتابل؟ يعني اكس هو انتجر غير قابل للتغيير، لما ببعثه لبراميتر اذا تغير البراميتر اكس ما راح يتغير، الارجمنت ما بتغير. واضح الفكره؟ واضح الفكره؟ طيب اعمل ران قدامكم. هاي انا اتبعته يدوي زي ما اتبعنا المحاضره الماضيه خطوه خطوه لحد ما انتهى البرنامج، وطلع عندي الاوتبوت بالترتيب. ترتيب مهم لانه مش تخربط للترتيب، لانه اذا خربطت الترتيب بتكون انت مش فاهم تسلسل التنفيذ الصح، بتكون انت مش فاهم التسلسل. ايوه 10 14 10 30 10 نفس ما طلع معنا. نكمل كمان مثال بشكل سريع. أمثلة بسيطة بس عشان نركز على أفكار اللوكال والجلوبال. هي أمثلة بسيطة، احنا أخذنا أمثلة تعقيد أكثر واتبعناها، والمفروض أنه وضعك كويس إذا أنت متابع. ديف F1 احنا بناخذ أشياء مختصرة. X جيت حكيت له print X وسميته X، سميتها X. شو صار عندي هون؟ وبس طلعت قلت له print X، بعدين قلت له F1 F1 of X، ورديت قلت كمان مرة print X. هسه أنا كم إكس عندي فعلياً؟ كم إكس لو سألتك؟ اثنتين، واحدة لوكال بأف 1 اسمها إكس، واحدة جلوبال بالمين. عندي مش إكس واحدة، عندي إكسين، إكس بالجلوبال بالمين وإكس لوكال. طب بصير؟ آه بصير، بصير عادي ما فيش مشكلة. طيب هسه لو قلت هون أف 1 الخمسة، بعد أقول له print x كمان مرة، خلينا اتبعه بشكل سريع. إذا فهمنا التسلسل المفروض اتبعه صح. هسا بالمين، مين راح أبلش من M اللي هو المين. بالمين عندي x قيمتها 10 خاصة بالمين. مين بعدين أروح على F1؟ لا، تسلسل بحكي لي print x. print x أول نتيجة 10، بعدين شو قال لي؟ F1 of X. شو يعني F1 of X؟ تدعي البروسيجر F1، هاي استدعيته. طب كمان X بعثت له X، بصير عادي، بصير عندك نيم سبيس خاص ب F1 في متغير X قيمته أعطيته قيمة X اللي بالمين، X اللي ب F1 أعطيته قيمة X اللي بالمين، بصير ولا بصيرش؟ بصير، أعطيته القيمة 10. طيب هيك صار يعني نفس الموقع؟ لا، هاي اكس وهاي اكس، حتى لو اخذ نفس القيمه وحتى لو الهن نفس الاسم، هاي قيمتها برنت اكس جوا الفانكشن راح يطبع اكس اللوكل. هاي انتبهوا لها انها في لوكل، يعني هسه بدي اعدل بدي اغير اكس اللي بالفانكشن، في واحد لوكل وفي واحد جلوبال، راح يعطيني 10. طلعت من الفانكشن اف 1 خلصته، راح ينزل على الجمله هاي برنت X كمان X اللي بالمين قيمتها 10. رديت قلت له F1 في 5. شوفوا هالمرة هو بس طلع من F1 هاي بتتحطم، بس استدعي F1 كمان مرة رد ينشئ النيم سبيس من جديد، وهون هالمرة هاي ما بعثش X، بعث الخمسة، عمل X خاصة ب F1 واعطاها القيمة 5. برنت X أي X؟ X اللي بالمين ولا اللي ب F1؟ لا اللي بأف 1 اللوكل، هو ما بيدور على الجلوبال غير يكون ما عندهوش لوكل، راح يطبع لي 5. خلص أف 1 شو بصير؟ نيم سبيس بتحطم، رجع على المين بعدين برنت اكس. طب وين اكس اللي بالمين؟ هيها 10، راح يطبع لي 10. اذا راح يطبع 10 10 10 5 10. اعمل لك رن عشان تتاكد انا قاعد بتسلسل بالتنفيذ.
هاي 10 10 10 5 10. شفنا كيف احنا فاهمين الفكره، المفروض اني فاهم الفكره. طيب هسه خليني اعدل، بدي اعدل شغله، انا لازم ما حذفتش كل شيء عشان بتغلب انا بالكتابه. بدي اعدل اكس اللي بافول، بصير بصير اجي اقول له مثلا اكس بلس ايكوال 1 بصير. هل ها هل اف 1 قاعد بيستخدم اكس اللوكال ولا الجلوبال؟ اكس اللوكال، قلنا هسه عندي اكس الباراميتر هو لوكال وفي عندي اكس بالمين صح، بس انا عدلت اكس عشان ما شو قوليش 10 10 10 زي ما طلعت قبل شوي. منين راح يبلش التنفيذ؟ من المين. راح اعمل السكوب النيم سبيس الخاص بالمين، هذا اول إشي. في اكس قيمته 10، بعدين اي جمله راح تتنفذ بعد اكس تساوي 10؟ راح تتنفذ برنت اكس، تسلسل من المين بارت راح ينطبع 10، بعدين راح يستدعي اف 1 اف 1 اوف اكس. شو معناها يستدعي اف 1؟ بنتقل التنفيذ لاف 1، بنشئ النيم سبيس الخاص باف 1 وبنشئ اكس محليه، هيها لانها بالباراميتر راح ينشئ اكس محليه ويعطيها قلنا شو قيمه اكس اللي بالمين اللي هي 10 صح. بعدين جيت قلت له اكس بلس ايكوال 1، اي اكس راح تتغير اللي بالمين ولا اللي باف 1؟ اللي باف 1 اللوكال. وشوفوا اللي بالمين ما راح تتاثر، هيك اللي بالاف 1 راح تصير 11. جيت قلت له برنت اكس راح يطبع كمان الموجود باف 1 11. خلص اف 1؟ اه خلص، خلصت الجمل اللي بجسم الاف 1. بيطلع بحطم النيم سبيس وبرجع على الجمله اللي بعد جمله الاستدعاء، إذا كان مش function إذا كان procedure على الجملة اللي بعد، إذا كان function برجع نفس الجملة عشان يستفيد من القيمة اللي رجعت. اتفقنا؟ print x أي x رح يطبع حسا؟ الجلوبال للمين، لأن أنا أصلاً F1 حطمته كله بس طلعت منه مش موجود كله. print x رح يطبع لي 10. رجعت قلت له F1 في 5، هاي شو يعني؟ يعني استدعى F1 كمان مرة، كمان مرة رح ينشئ السبيس الخاص بأف 1، ينشئ إكس الباراميتر يعطيها، هالمرة رح ما أعطاها قيمة إكس اللي بالمين، أعطاها قيمة الخمسة، أعطاها الأرجومنت 5. قلنا هاي اسمها أرجومنت بالكول وبالتعريف اسمها باراميتر. طيب قلت له إكس بلس إيكوال 1، شوفوا رح يستخدم اللوكال تصير 6، برنت إكس رح يطبع لي إكس اللوكال اللي هي 6. خلص الفانكشن راح يحطمه وراح يرجع على الجملة اللي بعد جملة الاستدعاء اللي هي برنت اكس. اي اكس؟ انا بالمين، اذا الاكس اللي بالمين راح يطبع لي 10. شوفوا شو الطبع، 10 11 10 6 10. تأكد من حنا هاي 10 11 10 6 10. اذا انت ماشي صح، مستحيل تغلط اذا ماشي صح، إذا فاهم الفكرة وماشي صح المفروض إنك مستحيل إنك تغلط. طيب خليني هسا في الفكرة هاي ذكرنا نصها اللي السلايد اللي وصلنا منه وصلنا عليه. خليني هذا الضوء. طيب السلايد اللي وصلنا له إحنا أصلاً أنا حكيت الفكرة فيه، بدي أكمل الجزئية الثاني. شوفوا الجزء الأول من الفكرة إنه passing immutable. شو يعني immutable؟ اللي هي الأرجيومنت زي مثلا integer يكون، زي قبل شوي لما مررت x استدعيت f1 ومررت x اللي بالمين ل x اللي ب f1، قلنا هاي x وهاي x ثانية، غيرنا على x اللي ب f1، هل راح تتغير x اللي بالمين؟ لا. ليش؟ لأنه X mutable immutable. شو يعني immutable؟ شو يعني immutable؟ يعني غير قابل للتغيير، غير قابل للتغيير. شوفوا شو بصير إذا مررت integer ما صار تشارك. هسا أنا لو مررت قيمة، أرد أعطيك إياها المثال، passing mutable object. mutable object اللي قابل للتغيير زي الليست. السترينج غير قابل للتغيير، التابل غير قابل للتغيير، الليست قابلة للتغيير. شو يعني قابلة للتغيير؟ أوريك. لو جيت خليني هون
أوريك على هاي إيه هون مثلاً إيه تساوي 50 بعدين قلت له print إيه نفس اللي كنا كاتبينه هنا print x إذا بدنا نطبع x f1 of x print x خلينا بشكل مختصر لأنه هاي حكيناها الفكرة هسا إيش هو x أنا عندي هون المين بارت أنشأ فيه x قيمتها 10 بعدين هاي أول جملة الجملة الثانية استدعى F1 عمل space خاص ب F1 الباراميتر هون اسمه نفس الاسم أو اسم ثاني مش فارقة معنا اسمه A باراميتر شو اسمه A لما استدعى طا قيمة X اللي هي 10 صح؟ إذا جيت غيرت A هل رح تتغير X؟ لا A صارت 50 X تغيرت لأن هاي بنسميها immutable شو يعني immutable؟ يعني غير قابلة للتغيير لو قابل للتغيير X تتغير X نفسها كمان شوفوا الانتجر غير قابل للتغيير بعطيه قيمة وإذا تغير الباراميتر الارجومنت ما بتغير ما بتأثر يجي قلت له برنت A شو رح يطبع لي رح يطبع لي 50 رجعت خلصت الفانكشن حطمته رجعت أطبع X شو رح يطبع لي هل X تغيرت صارت 50 لا صارت 10 اتفقنا هاي بنسميها immutable إذا passing immutable immutable زي الانتجر زي السترينج زي التابل زي الفلوت هذول immutable أما الليست هي mutable شو يعني mutable؟ يعني قابلة للتغيير نشوف المutable شو راح يصير لو قلت لك immutable شو راح يصير أكتب immutable function هاي def f1 استقبل list l بعدين بيجي بيقول لي l sub 0 شو يعني l sub 0 يعني العنصر الأول من الليست بدي يصير 100 هل مسموح أغير عناصر الليست مسموح لو كان string هذا وجيت حاولت تغير على عنصر من عناصره بعطيك ايرور مباشره راح يعطيك ايرور برنت ال برنت ال يعني اطبع للليست اتفقنا بعدين بالمين جيت قلت له ال1 شوفوا بالمين بارت قلت له ال1 تساوي 10 20 30 مثلا 10 20 30 ولو كررت القيم عادي بعدين جيت حكيت له اف1 of L1 شوفوا F1 of L1 يعني بعثت list شو الارجومنت هون عبارة عن list بس رجعت بدي أطبع L1 أشوف تغيرت ولا لا شو اللي بصير لما تبعث list تابوا شو اللي بصير لما تبعث list هل بصير تمرير شايفين هذا المين بارت المين بارت فيه L1 L1 هي list فيها القيم list فيها القيم 10.20.30 طبعاً تخزن زي كل عنصر بموقع الأصل حط array من ثلاث مواقع الموقع الأول 10 الموقع الثاني 20 الموقع الثالث يعني هاي رسمتي إذا بدي تكون أصح لازم هيك أرسمها هاي الصيغة هيك هي عبارة عن array فيها ثلاث مواقع 10 20 30 طبعا لها اندكسز بنفس طريقه السترينج 0 1 2 سالب 1 سالب 2 سالب 3 من اليسار لليمين من اليمين لليسار طبعا هو شو عمل بعدين استدعى اف1 اف1 بعث ل ال ال1 شو بصير ما راح ينشئ ال جديده راح تصير ال و ال الموجوده باف1 هي ريفرنس تتشارك مع نفس الليست شوفوا ما بنسخها شو اللي بصير الليست L راح تصير اسم ثاني لL1 طب هسه إذا غيرت على L هل راح تتغير L1 بتتغير لأن نشوفوا اسمين لنفس المكان يجي تقولت L sub 0 شو المقصود بL sub 0 اللي هو العنصر الأول
خليه يصير 100، كان 10 صار 100. شوفوا عمين غيرت، غيرت تنافسه لأنه صار تشارك. إذا بعثت ليست، إذا غيرت الليست جوا الفانكشن تتغير البراميتر. طب رجعت قلت له برنت ال هسه، غيرت ال سب 0 قلت له برنت ال جوا الفانكشن، برنت ال راح يطبع لي 100 بين براكت طبعا، اطبعها هيك فاصلة 20 فاصلة 30. رجعت على المين قلت له برنت ال 1 كمان راح يطبع لي نفسه، هيها 100. شوفوا لأنه صار تشارك، شو اللي صار؟ إنه تغييري على الليست بالفانكشن تغيرت البراميتر اللي بعثتها اللي هي ال1. ليش؟ لأنه ما نسخ، ما عمل نسخ زي ما كنت أعمل X ل A. إذا تغيرت A ما تتغيرش X، هذا بالإم ميوتابل زي الانتجر. أما الليست ميوتابل، شو يعني ميوتابل؟ يعني قابل للتغيير. إذا بعثت ليست ما بصير نسخ، بصير تشارك. ال صارت اسم ثاني لال1، لما جيت غيرت على ال بغير نفس، غيرت نفس ال1 الموقع الاول بال1. واضح الفكره؟ اعمل لك رن تشوف. شوفوا 120 30 120 30. واضح الفكره؟ واضحه؟ طيب خلينا نكمل ان شاء الله، والله غير للسبت نكمل الفانكشن الوضع الحالي، أو خلينا نأخذ المحاضرة كاملة. لا حول ولا قوة. طيب هاي وضحت لك الفكرة، إنه إذا بعثت ليست إذا تغير الباراميتر بتغير الأرجيومنت. شوفوا passing argument to parameter for each argument in the function invocation the argument associated object is passed to the corresponding parameter in the function. في عنا إشي اسمه default and named parameters. شوف شو يعني default and named parameter. خلينا نفتح صفحة جديدة ونشوف شو يعني default and named parameter. بدي أعمل function اسمه circle area. dev circle area. circle area هذا شو بدي أعطيه؟ r. r اللي هو نصف قطر الدائرة. وشوفوا بدي أحسب، بدي أرجع مساحة الدائرة. بقدر أرجع مساحة الدائرة، بدي أعمل import math عشان أستفيد من الباي. واجي شو مساحة الدائرة؟ math dot by ضرب r ضرب r أو r أس 2 صح؟ r تربيع. هسا أنا لو بدي أستدعي مساحة الدائرة شو لازم أعمل؟ لازم أكتب اسم الفانكشن اللي هو circle area، وانتبهوا هون لأنه function عملت print عشان القيمة اللي بترجع أطبعها. مثلا لو قلت لك لو تركت الأقواس فاضية هون شو بعطيني؟ بعطيني error. أنا خليه يستقبل قيمة باراميتر، إذا لما تستدعي لازم تبعث one argument، لازم أبعث argument بعدد الباراميترز صح؟ يعني لو قلت له 2 هيك صار صح، أعطاني الدائرة اللي نصف قطرها 2. طب لو بعثت قيمتين شو بعطيني؟ بعطيني error، لأن أنا لازم أبعث بس قيمة واحدة. طب في عنا إشي اسمه default values. شو يعني default values؟ انت للباراميترز ممكن تحدد قيمة افتراضية هيك، وانت تعرف تيجي تقول لي r تساوي 1 بجملة الهيدر. هاي شو معناها r تساوي 1؟ معناها اذا اللي استدعى الفانكشن ما بعث قيمة ل r، خلي r تكون 1. شو معناها؟ انه لما تستدعي الفانكشن اذا ما بعث المستدعي قيمة للباراميتر r، خذ R واحد. طب إذا بعث قيمة هل راح يأخذ الواحد؟ لا لا، نأخذ القيمة، أخذ القيمة اللي بعثتها الأولى للقيمة اللي مبعوثة. يعني هسا بهاي الحالة لو جيت قلت print circle area أقواس فاضية، هل راح يعطيني error زي ما أعطاني قبل شوي؟ لا ما بعطينا error، خلاص بعوض. ما راح يعطيني لأنه R إلها قيمة افتراضية. إذا أنا ما أعطيته بأخذ R واحد، إذا أعطيته بنسى R1 بأخذ الاثنين. يعني هون رح يأخذ الـ R2 قيمتها. استدعيت سيركل أريا وبعثت الاثنين، اثنين هاي لمين رح يسندها؟ لـ R، بعثت قيمة لـ R. طب إذا ما بعثت قيمة هل رح يعطيني إيرور؟ قبل شوي أعطاني إيرور لأنه ما كانش في قيمة افتراضية. هسا هل رح يعطيني إيرور؟ لا، لأن أنا محدد قيمة افتراضية. القيمة الافتراضية معناها إذا ما بعثت قيمة للباراميتر خذ هاي القيمة، لا تعتبرها إيرور، خذ قيمة. يعني هون أول شيء راح يعطيني مساحة الدائرة اللي نصف قطرها 2، وهون راح يعطيني مساحة الدائرة اللي نصف قطرها
واحد. طب هل فكرة الديفولت arguments مرت علينا؟ مرت علينا كثير. بالفايند مثلا مش كنت أنا أحدد بس مثلا ليش اللي بدي أبحث عنه؟ طب في كان optional الستارت والإند، كان بإمكاني أحددهن أو لا صح؟ ليش كان بإمكاني ما أحددهنش؟ لأنه كان في قيمة افتراضية إلهن، إلا أنا ما حددتش الستارت من بداية السترينج، إذا ما حددتش الإند لنهاية السترينج متذكرين؟ هاي كانت معمولة على مبدأ القيم الافتراضية. أيوة. هاي كانت معمولة على مبدأ الرينج، فأخذ ثلاث قيم، بس أنا ممكن أعطي قيمة واحدة، ممكن أعطي قيمتين، ممكن أعطي ثلاث، متذكرين؟ إذا أعطيته قيمة بتمثل النهاية، إذا أعطيته قيمتين البداية والنهاية، إذا أعطيته ثلاث قيم بتكون البداية والنهاية والستيب، والإشي اللي ما بعطيهوش إياه بيكون بأخذ القيمة الافتراضية. كان بصير بس بأخذ هو معرف إنه في له قيم افتراضية. وضحت فكرة القيمة الافتراضية؟ طب هسا نأخذ كمان function يكون فيه أكثر من باراميتر. مثلا عندي البوكس حاطينا الريكتانجل مساحة مستطيل، بدي اعمل ديف ريكتانجل، ديف ريكتانجل، 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 بدي اعطيه الاتش او اللينث والويث، قال له دبليو. هيك في قيم افتراضية؟ هيك حددت القيم الافتراضية؟ لا، قال ضرب الطول في العرض، المساحة، مساحة المستطيل الطول في العرض. إذا بدي استدعي الريكتانجل بقدر أقول له برنت مثلا ريكتانجل، بهاي الحالة لأني مش محدد قيم افتراضية لازم أبعث قيمتين مثلا 3 و 5، بعطيني مساحة المستطيل أبعاده 3 و 5 هيها 15. طب إذا كنت محدد قيم افتراضية مثلا هون ممكن أقول تساوي 2 هاي مثلا تساوي 3، ساعتها انتبه ممكن تستدعي الريكتانجل بدون ما تبعث ولا قيمة، بصير؟ آه بصير، بأخذ W2 و L3. ممكن أبعث قيمة واحدة print rectangle rectangle، إذا بعثت قيمة مثلاً 5، هاي الخمسة لمين راح تروح؟ للأولى، لأل الخمسة راح تروح لأل، وW راح تكون 2. يعني لو سألتك شو الأوتبوت، أول شيء الأبعاد 3 و 5، إذا أنت بعثت قيم ما بأخذ الديفولت، الديفولت هاي بحالة أنك ما تبعث، إذا بعثت الأولوية للقيم اللي أنت بعثتها، اتفقنا؟ يعني هنا 3 و 5، طب قل لي هاي الديفولت نفس القيمة اللي أنا بعثتها، عادي أنا مش فارقة معي، هاي خليها 6، آه عشان ما تخربطش خليها 6، 6 و 5، إذا L راح تكون 6 و W 5، رجع لي 30، هاي أول قيمة راح تنطبع 30. طب الاستدعاء الثاني ريكتانجل أقواس، أقواس راح ال 3 والدبليو 2 راح يرجع لي 6، 3 في 2 6. طيب ريكتانجل الخمسة، خمسة هاي قيمة مين؟ قيمة ال، ال 5 والدبليو 2 راح يرجع لي 10، إذا النتائج 30 6 10، هاي 30 6 10 بالترتيب حسب أنا شو اللي استدعيته. بصير أبعث ثلاث قيم بدل قيمتين؟ أبدا، لا، هي الحد الأقصى قيمتين. بصير أنقص إذا في قيم افتراضية، إذا ما فيش قيم افتراضية ما بصير أنقص، لازم عدد الأرجمنت يساوي عدد البراميترز إذا ما في قيم. طب أنا مجبر أحدد قيم افتراضية لكل البراميترز؟ هل لازم ليهن كلهن؟ بل كان بدي أحدد قيم افتراضية لإشي من البراميترز وإشي ما أعطيهوش قيم افتراضية، بصير ولا بصيرش؟ بصير عادي، بصير. أنا نمط الرينج، تذكرين الرينج؟ الرينج هل كان كلهن إلهن قيم افتراضية؟ لا عادي، أحيانا كنا نحط فراغ يعني ما بنحط لهن قيم. لا، الإنت كان ممنوع أشيلها، النهاية ممنوع أشيلها، اللي إلهن قيم افتراضية بالرينج والستب، البداية والستب، بس الإنت ما إلها قيمة افتراضية، كانت ما إلها قيمة افتراضية. إذا أنا بصير ما أحدد قيمة افتراضية، بس انتبهوا لمشكلة. بس هسا لو قلت هيك، انتبهوا لو قلت بهاي الطريقة، هاي مباشرة إيرور، مباشرة إيش؟ إيرور. ليش إيرور؟ إذا أنت مش كل البراميترز حدد لهم قيم افتراضية، البراميترز اللي إلها قيم افتراضية لازم تكون على أقصى اليمين،
وين لازم تكون؟ على أقصى اليمين. بصيرش أحدد واحد إله قيمة وواحد لا، شوفوا مش على أقصى اليسار، على أقصى اليمين. ليش؟ لأنه انتبه، لما بعثت قيمة لمين بتروح؟ بتروح للي على اليسار مش للي على اليمين. يعني الخمسة رح تروح لأل. طب الدبليو هل إلها قيمة افتراضية؟ لا. إذا نشوفه رح يعطيني إرر. وين بحدد القيم الافتراضية؟ احفظوها. إذا مش كل هالإنه القيم الافتراضية، اللي إلهن القيم الافتراضية وين لازم يكونن؟ على أقصى اليمين، على أقصى اليمين. اتفقنا؟ ما بصير أحط على اليسار وعلى اليمين يكون إشي ما لهوش قيمة افتراضية. هاي أول نقطة. يعني الصح إن أحدد إذا بدي لوحدة لمين؟ لدبليو ولا لا؟ لا لدبليو. لدبليو. دبليو تساوي 2. هيك وضعي صح. بس ننتبه هسا، ننتبه هسا على جمل الاستدعاء بهاي الحالة. بهاي الحالة بصير أبعث قيمتين، الستة رح يعطيها لأل والخمسة رح يعطيها لدبليو. طب إذا ما بعثتش ولا قيمة هاي رح تعطيني إرر. ليش؟ لأنه ألما إلها قيمة افتراضية، يعني لازم على الأقل أبعث قيمة مثلاً 10. هيك بصير شغلي صح. العشرة ببعثها لأل، وانتبهوا ألما إلها قيمة افتراضية. اللي ما إلها قيمة افتراضية لما تستدعي الفانكشن لازم تحدد لها قيمة. اللي ما إلها قيمة افتراضية لما تستدعي الفانكشن لازم تحدد لها قيمة. يعني ما بصير هالساعة أحط أقواس فاضية، لأنه مش متى بقدر أستدعي الفانكشن وأحط أقواس فاضية؟ إما ما بستقبلش هو أصلاً، أو بستقبل بس إلهن كلهن قيم افتراضية. متى لما استدعي الفانكشن ممكن أحط الأقواس فاضية الأرجمنت ليست؟ إما هو أصلاً البراميتر ليست فاضية، أو إله باراميترز بس لازم كلهن يكون إلهن قيم افتراضية. اللي ملهوش قيمة افتراضية لازم أبعث له قيمة. اتفقنا؟ اتفقنا؟ واضح الفكرة؟ طيب خلينا نكمل بالسلايدات عشان في أفكار أخرى غير على الديفولت. في هون معرف لي ديف بوكس. البوكس إلو هاي تساوي 10 ويدث يساوي 10. بحسب مساحة البوكس الهاي ضرب الويدث. الأريا يساوي هاي ضرب الويدث بعدين ريتيرن أريا. هسا لو قلت لك بدي استدعي البوكس، تقدر تقول لي ديف برنت إك بوكس. تقدر تبعث قيمتين، تقدر ولا تبعث ولا قيمة، حط أقواس فاضية. تقدر تبعث قيمة واحدة، صح ولا لا؟ أنا نمط الريكتانج. طب هون شو حدد؟ حدد للبوكس 4 باراميتر. عرف الفانكشن بوكس ديف بوكس. ديف قلنا هاي تعريف للفانكشن. هاي تساوي 10، ويدث يساوي 10، فاصل ديبث يساوي 10، فاصل كلر يساوي بلو. بصير كلهن حدد لهم قيم افتراضية؟ بصير. إذا قلنا جزء آه وجزء لا، شو لازم يكون اللي له قيم افتراضية؟ على أقصى اليمين، واللي ما لهوش وين يكون؟ على اليسار. Do something the parameter assignment. شوفوا شو يعني the parameter assignment. شو يعني تسند قيمة للبراميتر عند إنشائه؟ means two things. If the caller does not provide a value. إذا المستدعي ما بعث قيمة لهذا، the default is the parameter assigned value. يسند لهذا البراميتر القيمة هاي إذا ما بعثت. أما إذا بعثت قلنا لا، الأولوية للقيمة اللي ببعثها عند الاستدعاء. You can get around the order of parameters by using the name. هاي انتبهوا لها، هاي بعدني ما شرحتش عنها. You can get around the order of parameters using the name. طب خلينا أشرح لك هاي. هاي بقول لي إحنا عادة لما نستدعي القيمة الأولى بتروح لمين؟ للبراميتر الأول اللي على اليسار، والثاني للثاني. طب إذا بدي أستدعي والقيمة الأولى تروح للثاني والثاني تروح للأول، بصير؟ بصير. بس ليه؟ بس شو بدي أعمل؟ بدي أستخدم الاسم. داجي أحكي له مثلاً W. طبعاً الكهرباء قطعت ومش فيش ضوء عندي، هيك ممكن أخربط شوي. بعدين أقول له L تساوي 10. أستخدم اسم البراميتر. سعيد أنت مش مضطر ترتب، مش مضطر ترتب حتى لو ما فيش قيم افتراضية. حتى لو فيش عندي قيم افتراضية على فكرة، هاي بتقدر تستخدمها الفكرة. هيك يعني القيمة الخمسة بعثة لدبليو والعشرة بعثة لأل. ما رح يبعث الأولى لأل، رح يبعث لها رح يبعث لدبليو خمسة ورح يبعث لأل عشرة عند الاستدعاء. شوفوا هي 50 مش فارقة لأنها الطول في العرض، بالآخر رح يعطيني نفس الجواب.
نكمل the box. هاي شو مثلا قال لي print height width length. يجا قال لي box أقواس. box أقواس يعني استدعى box. وشوفوا هون print. print ما رجع طبع القيم. ليك لما استدعيته ما قلت له print of box. استدعيته مباشرة اسمه. وهون الأقواس فاضية يعني ما بعتش ولا قيمة. ولا قيمة بصير ما يبعتش شون. آه بصير. فلأنه كلهن إلهن قيم افتراضية. رح يأخذ الهايت 10. الويث 10. اللينث 10. ورح يطبع لي 10 10 10. واضحة؟ أجي هون مثلاً البوكس هاي تساوي 10 ويث يساوي 10 لينث يساوي 10. قال لي بوكس بين أقواس لينث يساوي 45 فاصل هاي تساوي 25. هاي بمشي على طريقة النيم إنه ابعت لللينث القيمة 45 وللهايت القيمة 25. الويث ما بعث لهاش قيمة. شو رح يأخذها؟ 10. شوفوا اللينث رح تكون 45 الهايت 25 الويث 10. قلت له اطبع لي الهايت اول شيء. الهايت 25 الويث 10 اللينث 45. شفنا الترتيب. بحكي لنا انت ممكن بالاستدعاء ما تلتزمش بترتيب البراميتر بانك تستخدم اللين النيم مش بس قيمه. لو قلت له 45.25 ال 45 ببعثها للهايت وال 25 ببعثها للويث واللينث باخذها 10 صح؟ بس إذا أنا بدي أعطي براميتر معين قيمة معينة بستخدم الاسم. أقول له البوكس شوفوا هاي بالاستدعاء مش بالتعريف. طب لو قلت له البوكس 15 15 15 رح يأخذ الهايت 15 الويث 15 اللينث 15 وبنسى القيم الافتراضية. واضح الفكرة؟ يعني هون مثلا عرف لي ديف بوكس هاي تساوي 10 فاصل ويث تساوي 10 لينث تساوي 10. وجيت قلت له print height فاصل width فاصل length return. مش بس عمل print هسا عمله function برجع قيمة print height ضرب width ضرب length. جيت قلت له result تساوي box length 5995 فاصل height تساوي 77. بصير هيك؟ بصير. هاي شو معناها؟ معناها استدعي box وابعث لللينث 5995 وابعث للهايت 77 والويث ما بعتلهاش قيمة رح يأخذ 10. لما قال لي print الهايت رح يكون 77 الويث ما بعتلهاش قيمة 10 اللينك شو قيمتها؟ 5995. طبعا رح يرجع لي حاصل ضربهن وتتخزن وين؟ برز. الرز هاي شو رح تكون؟ رح تكون خاصة بالمين بارت. اتفقنا؟ طيب هون مثلا النيم، النيم نفسه بحكي لنا النيم يوز وركس ان جنرال كيس. النيم تستخدم مبدا النيمينج هذا حتى لو فيش عندي قيم افتراضيه. يعني هاي مثلا هون عندي ديف ماي اندرسكور فانكشن اي فاصل بي. جيت قلت له برنت اي فاصل بي. لو جيت قلت له ماي اندرسكور فانكشن 1.2 الواحد راح تكون قيمه مين؟ قيمه اي. والاثنين راح تكون قيمه بي. طب اذا انا بدي اي اعطيها قيمه وبي اعطيها قيمه تقدر تستدعي my underscore fun بين أقواس b تساوي 4 فاصل a تساوي 5. هاي شو معناها؟ معناها أعطي b القيمة 4 وأعطي a القيمة 5. أوضح لك الفكرة. يعني هون وين الفانكشن؟ هذا الفانكشن. أي فانكشن. هسا لو بدي استدعي test هون انسى ال هون في هاي مذكرينها الفكره انه اذا كان عندي لوكال فاريبل بخفي الباراميتر وبصير شيء استخدمه قبل ما انشئه. طيب هاي صلحته. لو جيت قلت لك هون تيست. تيست بتقدر تقول لي بي تساوي 1 واي تساوي مثلا 3. هاي شو معناها؟ لما تستدعي تيست ابعث لبي القيمه 1. شوفوا البي راح تاخذ 1 والاي شو راح تاخذ؟ القيمه 3. بغض النظر عن شو كودنا، كودنا هذا كان على السكوب رولز راح نتبع. لو بدنا نتبع ونتبع خطوة خطوة. X تساوي 10 Y تساوي 5 بعدين بطبع لي X اللي هي 10 بعدين استدعى تيست. هاي استدعاء لتيست بس ما بعت 1.3 لا قال لي B تساوي 1 A تساوي 3 معناته ابعث ل B 1 وابعث ل A 3. X تساوي 5 عمل X خاصة بالتيست غير X اللي هون قيمتها 5
قال لي زد تساوي x في 5 5 في 5 25 زائد 3 28 برنت زد راح يطبع لي 28 بعدين راح يرجع a الa اللي هي قديش 3 زائد x اللي هي 5 x اللي عنده 3 زائد 5 8 8 زائد b 1 9 زائد y ما عندهوش باخذها من الجلوبال اللي هي 5 14 ترجع 14 وبتطبعهم أشوفوا النتيجة 10 28 14 طبعا أنا عندي القدرة أني بسرعة أتبع نظري بس أنتوا لا لازم تمسك ورقة وقلم تتبع خطوة بخطوة مش زي تتبعي أنا. طب في عنا البروسيجر شو قلنا البروسيجر؟ البروسيجر هذا الفانكشن فيه شريتين شو منسميه؟ البروسيجرز The procedures are used to perform some duty print output store a file مثلا ممكن نعمل البروسيجر بديش يرجع لي جواب مثلا بديش يرجع لي جواب مثلا لو بدي إشي يطبع نتائج هل اللي بدي يطبع اللي بدي خليه يطبع نتائج بدي إياه يرجع لي نتيجة لا لو بدي خزن قيم الملف هل بدي يرجع لي نتيجة كمان لا بعمل بروسيجر remember return is not required أصلا remember return هي optional شوفوا في عندي مثال هذا import time خلينا نشرحه بالأول import time معطينا عملت import time ليش عملت import time طبعا التايم هي library زي الماث زي السترينج تذكرين السترينج تذكرين الماث library التايم فيها functions إلها علاقة بالوقت لاحظ شو هون عمل def update underscore display def update underscore display شو يعني عرف def يعني عرف هل هذا function ولا procedure دور مش راح تلاقي جملة إرجاع إذا بتقول لي بروسيجر هذا بروسيجر اسمه update underscore display شو يعني أقواس هاي؟ يعني البراميتر ليست فاضية بصير البراميتر ليست تكون فاضية؟ بصير إذا بتهوش ولا قيمة بحط له بس ما بصير أحذف الأقواس لأن هاي جزء من راس الفانكشن جزء رئيسي البراميتر ليست إذا فاضي بحط الأقواس فاضية بعدين كولون شوف شو راح يعمل هذا print your score بطبع عبارة your score بعدين شو استخدم time.sleep of one شو هذا sleep هذا function أو method موجود بالtime library وظيفته إنه يأخر يعمل تأخير طب قديش بيأخرني بالمقدار اللي محدده جوا الأقواس يعني sleep of one بتأخر شوي لما قلت له sleep of two راح يتأخر أكثر ضعف sleep of one هسه لو عملت run بس الران كأنه الكود مش مكتوب صح بدو تعديلات لو عملت لك ران بتشوف شوفوا هاي update underscore display print your score time.sleep of one بتأخر شوي بتشوف انه تأخر وهو طلع نتائج تأخر بعدين رطبع لي high score time.sleep of two برد يتأخر اكثر شوي هالمرة برد يطبع left remaining برد يحكي time to sleep of one برد يتأخر قبل ما يخلص طبعا منين راح يبلش هل راح يبلش من هون التنفيذ ابدا راح يبلش من المين بارت المين بارت يعني راح يطبع اول شيء عباره برنت باك سلاش ان بنزل سطر شحطه كول بروسيجر شحطه باك سلاش ان كمان بنزل سطر هاي العباره راح تنطبع بالاول ليش لان هاي بالمين وهاي اول جمله بالمين صح بعدين شو عمل استدعى البروسيجر ابديت اندرسكور ديسبلاي وشوفوا لأنه الباراميتر ليست فاضية الارجمنت ليست لازم تكون فاضية إذا حطيت قيم بين أقواس بعطيك إرور لأنه أصلا الباراميتر ليست معرفة إنها فاضية إذا الارجمنت ليست لازم تكون فاضية هاي عبارة عن إيش؟ هاي عبارة عن جملة استدعاء جملة استدعاء رح ينتقل التنفيذ للبروسيجر المستدعى ورح يبلش ينفذ طبعا ما في إشي يبرره يبلش ينفذ بالجسم بيطبع يور سكور قلنا بعدين شو يعني time dot sleep of one time to sleep بين أقواس واحد يعني تأخر شوي بنام يعني بتأخر sleep بنام وانتبهوا السليم موجودة بالtime library وعشان أستخدمها لازم أعمل import time اتفقنا؟ شوفوا هيو هون ما شفتوا كيف بطلع النتيجة وبتأخر شفتوه كيف بطبع عبارة برد يتأخر شوي ما بطبعهن مع بعض لأن أنا قايل له sleep أمرن كمان مرة شايفين؟ المرة الثانية تأخر أكثر شوي ليش تأخر أكثر شوي؟ لأن أنا قايل له sleep of two sleep of one أكيد نص الوقت sleep of two اتفقنا؟
طيب في عندي هون أنا مثال تمام ضايفه عشان أذكرك بالباسنج ميوتابل وإم ميوتابل. نتبعه بشكل سريع مع بعض. نرح يبلش التنفيذ. هذا عندي function one. هذا function لا هذا procedure. ليش؟ لأنه ما فيهش return. طب وهذا function two كمان procedure لأنه ما فيهش return. بصير بصير. نرح أبلش التنفيذ. هل أبلش من functions؟ لا. أبلش من main part. بالمين أول شيء رح يعمل إيه؟ انتبهوا أنا بتسلسل صح عشان شغلي يكون صح وما خربطش. إيه قيمتها؟ 5. بعدين قال لي F1 of A. يعني F1 of A يعني استدعي مين البروسيجر F1 اللي هو function 1. أنا اختصرت F1 هاي استدعى function 1. هنا شو اسم البراميتر؟ هل اسمه A؟ لا اسمه X. شو أعطاه؟ أعطاه قيمة A. قيمة A اللي هي 5. هل هسا إذا غيرت X رح تتغير A؟ شوفوا ما صار تشارك، نسخ القيمة. جيت قلت له X تساوي 32، هيها رح يغيرها جوا function 1. print X هاي رح يطبع لي أول نتيجة 32. طلعت من function 1 اتحطم الهاي. رجع هون قال لي print، بصير أقول print X هون؟ أصلا ممنوع أستخدم X بالمين، X معرفة جوا function 1. print A إيه هل تغيرت إيه؟ لا هيها بعدها 5. طيب شوفوا الليست، أنشأ بالمين الون. الون هي ليست. شو يعني ليست؟ قلنا مجموعة مواقع فيها كم موقع؟ هذول 3. 1 2 فيها القيم 1 2 3 هاي قيمها. أما الاندكس 0 1 2 وفي اندكسز لو بدي استخدم الاندكس السالب، سالب 1 سالب 2 سالب 3. بعدين شو عمل؟ استدعى الفانكشن فان 2. شوفوا استدعى فان 2 وبعث ال2 لليست. شو اللي بصير؟ بتصير قيمة 1 10 والنتيجة. خلينا نمشي خطوة خطوة. الليست راح تكون تابعة للنيم سبيس فان 2 بس ما راح ينسخ ال1 لليست، راح تصير الليست اسم ثاني لال1. شايفين شو اللي صار لما بعثت ليست لليست؟ طبعا هون ممنوع يستخدم L1، هو بالفانكشن فان 2 بيستخدم ليست، وبالمين شو بيستخدم؟ L1. بالمين شو اسمها؟ L1. وفان 2 شو اسمها؟ ليست. بس لما بعثت L1 لليست شو اللي صار؟ صار ليست هي اسم ثاني لL1. يجي تغيرت ليست سب 0. شو يعني ليست سب 0؟ يعني العنصر هذا الاول خليه يصير 10. هل مسموح انا اغير الليست؟ مسموح. الليست مسموح يتغير عناصرها. لو كانت string بعطيني error، لو كانت مثلا tuple بعطيني error، أما string لا، الليست مسموح. اتفقنا؟ يجيت قلت له print list. print list رح يطبع لي بين bracket الليست اللي عنده، هيها 10 2 3. طبعا بس أطلع من الفانكشن هذا الاسم الليست هذا رح يلغى لأنه رح يتحطم، بس هي نفس الليست ما رح تتحطم لأنها تابعة للمين. رجعت قلت له print L1 تطبع لي نفس الإشي. شوفوا الليست تغيرت 10.2.3 لأنه شو اللي صار؟ صار تشارك. لما بعثت mutable object شو يعني mutable؟ يعني قابل للتغيير. شو اللي صار فعليا؟ sharing. شو يعني sharing؟ تشارك. الليست مع L1 تشاركن بنفس الموقع. غيرت الليست تغيرت L1 تغيير مباشر. غيرت عنصر من عناصر ليست أنا بغير على L1 لأنهن اسمين لنفس المكان. أما الانتجر القيم الانتجر لا. شفنا A و X، تغييري ل X ما أثر على A لأنه هو ما بصير تشارك، بصير نسخ. اتفقنا؟ واضحة؟ هيك إحنا كملنا موضوع الفانكشنز. إن شاء الله راجعوه كويس. السبت إن شاء الله منبلش فايل. السبت عنا الملفات. من أنا أعطي محاضرة السبت لأنه الناس اليوم بلشت بالفايل، يعني إحنا إذا ما أعطينا السبت منظن متأخرين، وأنا بحبش أتأخر صراحة. يلا يعطيكم العافية.